انا مشيت بحثت في العوينه. بحثت في العوينه اي مشيت بحثت في العوينه. دخلت بحثت على ايميسيون جيت خدمت فيها معاك بلا مجامله. بلا مجامله اي تعملت ايميسيون ولاول مره باش نحكي فيها انا وياك ونحبك تكون هاله اللي نعرفها بالحق. انا بحثت على قضيه. انت تتصور باش تكون مانيش هيله اللي عرفتها بالحق؟ لا لا ما فما فما ديجا انا الشهاده اللي شهدتها اكا وقتها سامحني كانت كوريكت. انت شهدت انت ما كنتش كوريكت. لا لا خنكمل خنكمل. لا لا بالعكس. لا لا وقت اللي تعمل تليفون يا لطفي وتسجلني وبعديك تعديه التليفون المسجل اي وقتها ندافع على روحي باش نقول لك. لا لا وقتها باش نقول لك علاش. انت بيدك اي تنحكيو فيه الموضوع او نحكيو فيه. انا خلوظت على خاطرني في الميسيون نتاعكم جيت شكون انفيتي وقتها؟ سمير ديلو اللي هو وقتها شنو؟ ولطفي العبدلي اللي هو وقتها شنو سمير ديلو؟ وزير. وزير اي معناها في قوتهم في النهضه في طبقها. اي سمير ديلو وزير حقوق الانسان. اي انا في الميسيون كملت الميسيون صار مونتاج من عندكم. لا ما صارش مونتاج لو صار مونتاج من عندكم. باش نرجع لك باش نقول لك صار مونتاج من عندكم هذاك علاش مشيت بحثت. هاني باش نرجع لك. وفي العوينة خذوا الكاسات الحقيقية ذاك علاش منعت ما مشيتش للحبس. لي روش هاني باش نرجع لك. خلينا نكمل. أي سمير ديلو قاعد في الكرسي. أي أنا قلت له أنتم أعطيناكم الصباع هذا هكا ولا وبعديك عملت له هكا. لا هبطت يدي. لا ما عملت شيء. ما عملت شيء وقلت له أعطيتونا الصباع الآخر. واضح ولا؟ أي تونس كل شهدت اللي أنا عملت له جيست خايبه ما يتعملش في التلفزه اللي هي ما صارتش. اللي هي ما صارتش مشيت نبحث انا. اي وانت شهدت في الـ في الـ في الـ في الوحده. قلت لطفي ما عمل حتى شيء ما صارش. لطفي العماري قال لطفي ما عمل حتى شيء ما نعرفه قبيح. اي انا قلت معاكم لطفي. واحد اخر راجل كبير ما نحبش نسمي اسمه خاطر نحترمه ونحبه. تحكي على حبيب جغامه ما نحبش نسمي اسمه. دقيقه تحكي على حبيب جغامه. قالهم هذايا الكلب بيزمو يتحاسب وذي نهار كامل يصب في السلطات ويصب في النار. تحكي على حبيب جغام ولا تحكي على حسن بن احمد؟ ما نحبش نسمي اللي هو شكون؟ انا هو ذاك ما تحب تلعب فريز تلعب فريز. انا قدام الشعب التونسي الكل انا نهارتها عملت جيست خايبه. لا وقلتها في ديجا الموضوع. وقلتها قلتها انت. لا قلتها خاطر العباد حسبتني وسبتني. لا جامي تو العباد سب فيا على اساس انا قوة سمير ديلو انه لقل لا اي لا لا اي سكت سكت فيكتيفون سكت. الغلطة نتاع سمير ديلو هو اللي خاطر وقضايا ومشيت بحثت والدنيا وقلبت عليا الدنيا. قلتها في التليفون اللي سجلته انت قلتها. وقت اللي تعديت في موزايك قلتها. وقت اللي مشيت للعوينة قلتها. معناها كلير انا ما واقفي واضحه يا لطفي. وانا قلت لهم في العوينه وقتها انا ما عنديش دبل فاس. قلت لهم في العوينه وقت على جبتوني انا نبحث جيبوا سمير ديلو كان تنجموا يبحث. ما جابوش سمير ديلو. ما جابوش وزير هو وقتها هما يحكموا في البلاد وقت. حتى وانتم خفتوا من سمير ديلو وضحيتوا بالفنان. احنا ما خفناش. شكون قال؟ علاش ما انتيتوها؟ ما منتيناش يا لطفي. لطفي شنو نقول لك وقت اللي انت انا عندي شفتها الامسيون معناها وانا البارتي نتاعي انا وين دقيقة انا بعد سكت انا وقت كلمت وقلت له اعطيتونا الصباع الاخر تصويره على ديلو مش عليه. خاطر التصويره خاطر المخرج مش معك انت كوقتها. خاطر المخرج مع ديلو بور لا سامبل ريزون. معناها نجم اليوم نحكي انا وياك انت تقول انا نقول حكايه في الداخليه شفناها دقيقة. انا في الداخليه شفناها طلعت فما لي روز. لا لا ما فيش منعت يا لطفي. انا المونتي فيها مش حد اخر راهو لي زيميسيون اللي نعملهم الكل انا نقف على المونتاج دونك نعرف فما بالضبط على الاخر زاد نعرف مليح فين الموضوع.